مرحبا، حلقة اليوم من نبض بيروت رح تكون مواكبة للزيارة يلي قام فيها يلي خصص فيها لبنان أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. رح نحكي أكثر أكيد عن هذا الموضوع، عن أهمية لبنان بالنسبة للفاتيكان، مع العلم أنه في كتير تساؤلات منذ تولي البابا فرانسيس سدت الكرسي الرسولي عن تاريخ يعني الفاتيكان بين جان بول دو والبابا بنديكتوس السادس عشر والبابا فرانسيس. طبعا دكتور ناجي زيلي الخبير في شؤون الكرسي الرسولي رح يكون ضيفي، كما رح يكون له مداخله كمان مع الاب جان مارون هاشم. دكتور ناجي اهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز على الاو تي في. مساء الخير، وانا بشرفني اني اكون معك وبهذه المحطه يلي كتار من اللبنانيين بيعتبروها بيتهم وعائلتهم، وتحيه لكل اللي عم يتابعونا ولكل العاملين في هذه المحطه. نحن بدنا نتشكرك دكتور ناجي. لماذا كان هذا التوقيت بالذات بزياره بيترو بارولين؟ كان في كلام اعتبر عالي السقف، لا سيما من عين التينة عندما قال انه هذا المقر هو يتحمل ايضا مسؤولية الفراغ مش بس المسيحيين وحدهم. هل الفاتيكان فعلا بدأ يشعر بالخطر الوجودي وخاصة للمسيحيين، على المسيحيين في لبنان؟ أول شيء تنبلش بالزيارة، هي زيارة في غاية الأهمية، لأن الشخصية التي تقوم بهذه الزيارة منا شخصية عادية في الكرسي الرسولي. الكاردينال بيترو بارولين غير أنه هو أمين سر حاضرة الفاتيكان، يعني الرجل الثاني بمثابة رئيس الحكومة في الكرسي الرسولي، هو شخصية فذة وفريدة، بذكرنا إذا بدك بالعصر الحديث أمناء سر الدولة يلي اجوا تبوأوا لاحقا منصب البابوية، مثل البابا بيوس الثاني عشر، مثل البابا بولس السادس يلي ما كان أمين سر الدولة، كان بأمانة سر الدولة وأصبح لاحقا البابا بولس السادس. وبذكرنا بدبلوماسية وعبقرية الكاردينال كازارولي يلي كان أمين سر الكرسي الرسول على أيام البابا يوحنا بولس الثاني، وكان له الدور المباشر، كان يتكل عليه في كل العلاقة بين الكرسي الرسولي والدول اللي كانت أنذاك خاضعة للستار الحديدي أو ما سمي بأوروبا الشرقية وقتها، اللي كانت تابعة لفلك الاتحاد السوفيتي. نعم. ويلي مثل ما بنعرف البابا يوحنا بولس الثاني كان له الدور الأكبر في إسقاط هذا النظام الذي كان يقضي على الإنسان كقيمة وك صورة لله. طبعا الثورة اللي بلشت في بولندا كان هو من هو يعني ما خص يعني مش بس سياسيا، كان هو المحفز الأساسي لإسقاط الشيوعية. لا طبعا، وحتى يعني غورباتشوف لاحقا آخر زعيم سوفيتي اعترف بمذكراته أنه الفضل يعود فقط إلى هذا الرجل اللي هو يوحنا بولس الثاني. فإذا الكاردينال بيترو بارولين لما بيزور لبنان، وهذه الزيارة هي للمرة الثانية، لأنه المرة الأولى كان موفد من قداسة البابا على أثر انفجار بيروت، نعم، بعد تقريبا شهر، وكان حمل رسالة تضامن فقط مع الشعب اللبناني. بينما اليوم أتى الكاردينال بارولين وهو يمسك ملفات كثيرة، من بيناتها ملف لبنان، بيعرف دقائق التفاصيل، بيعرف الأشخاص، بيعرف أتى مصغيا أنه بده يسمع. هون كتار حملوا هذه الزيارة أكثر ما بتحمل، لما قالوا أنه فشلت لأنه ما أجا حامل مبادرة، يعني كلام لأنه لم إعلامي ينجح في جمع الأطراف، يمكن هيدا هو اللي اعتبروه، صح، إن كان يعني في الكركة أو إن كان الفرقاء طبعاً المسيحيين. طبعا، لأنه في قسم يعني من يلي انحكى أو كتب عن هذه الزيارة حاول أن يسطح الزيارة ويسخفها إذا بدك بين مزدوجين، ويجعلها وكأنه زيارة شيخ صلح جاي تشوف أنه والله أنا وياك ما بنحكي مع بعض حتى نشوف بركة. بس دايما دكتور ناجي أنت بتقول أنه مش هيك بفكر الكرسي أبداً الرسولي، أبداً، يعني مش هيدا طريقة تفكير في دبلوماسية وتراتبية، مش صح مثل ما نحن منفكر، ولا كلبنانيين ولا يعني مثل ما عم تقول شيخ صلح. هناك أولويات يعتمدها الكرسي أكيد الرسولي في موضوع تماما، والكرسي الرسولي مثل ما قلت يملك أدق التفاصيل بكل الملفات، وتحديدا بملف لبنان، لأنه لبنان يعني الكرسي الرسولي. يعني دكتور ناجي، بس كان في كتير عتب من اللبنانيين أنه لم يأتي البابا فرانسيس إلى لبنان، البابا فرانسيس فضل الذهاب إلى البحرين وإلى الإمارات، ولم يأتي إلى هذا البلد، يمكن البلد الوحيد في الشرق يلي بعد فيه مسيحيين ويلي رئيسه مسيحي، صحيح، ويلي هناك وجود مسيحي. كلنا منعرف أنه في حل
اختفى من هذا الشرق رح يكون في الشرق كله، يعني ما رح يعود فيه هذا الوهج والرونق يلي له. لماذا لم يزر البابا فرانسيس سريعا لبنان؟ رح اجاوب حتى نرجع شوي بعدين الى كلام الكاردينال بارولين في لبنان. خليني اقول انه الكرسي الرسولي منذ يسوع المسيح، يعني منذ مار بطرس الخليل يلي على أساسه بنيت الكنيسة، العلاقة مهمة جدا. ما لازم ننسى أبدا أنه اعتراف بطرس بأن المسيح هو ابن الله كان على سفح حرمون بقيصرية فيليبوس يلي على سفح حرمون عندنا بلبنان نعم. وبالمقابل لأن ننسى مرات أنه كان في اعتراف تاني، الاعتراف التاني هو اعتراف المسيح أنه أنت يا بطرس الصخرة وعلى هالصخرة سأبني كنيستي. فإذا كمان هيدا بسفح حرمون بقيصرية فيليبوس. فإذا الكنيسة لا يمكن أن تتخلى عن لبنان انطلاق من أنه اللحظة التأسيسية للكنيسة كان انطلاقتها من لبنان. هلا ما بدي فوت بكتير بعلاقة المسيح بلبنان لأن هون بدنا كتير هيدا لوحدة، ولكن حتى طمن الجميع بأنه لا يمكن لأي حبر أعظم أن يتخلى عن لبنان أو يبتعد عن لبنان. نقطة تانية الشيء اللي لمحت لقله مدام أدمى كتار فكروا فيه، وأنا كمان بوقت من الأوقات يعني تساءلت أنه لماذا البابا فرانسيس ما عم يذكرنا، ما عم بيقول لبنان. وفوجئت لاحقا بأنه وجربت بالأول قبل ما فوجئت جربت أن لاقي أجوبة، بأنه لأنه جاي البابا فرانسيس من خلفية أرجنتينية، بلد بعيد جدا عن قضايانا ما بيعرف بعد. ولكن فوجئت لاحقا بهذا البابا متمسكا بلبنان مثل يوحنا بولس الثاني وبنديكتوس السادس عشر. ولما كان عم يستخدم كلام البابا يوحنا بولس الثاني بأكثر من مرة، وإذا بدك هلا فينا نرجع لهم بسياق الحلقة أكثر من مرة، لما عم بيقول لبنان رسالة كان عم بيضيف على كلام البابا يوحنا بولس الثاني ما هي هذه الرسالة. البابا يوحنا بولس الثاني هلا كمان منذكر أيمتى ذكرها أنه لبنان رسالة، قال رسالة حرية وعيش معا للشرق كما للغرب. هذا كلام البابا يوحنا بولس الثاني بالتسعة وثمانين. هلا إذا بدك كمان فينا نرجع لها، أكيد بدنا نرجع لأبرز المحطات. نعم. دور لبنان في الكرسي الرسولي. بينما البابا فرانسيس أكثر من مرة قال رسالة احترام، رسالة قيم، رسالة نموذج، يعني عم بيوضح أكثر وعم بيتمسك عم بيزيد على كلام على البابا أسلافه. لماذا لم يأتي إلى لبنان؟ في ظروف عديدة. لما أبدأ رغبته وفاجأ الكل بيتذكره، ونحن تحدثنا حلقة عن الموضوع فعلا. مباشرة بعد زيارة فخامة الرئيس العناد عون إلى الكرسي الرسولي وقتها قال له أنا جاي على لبنان، وفاجأ الكل بما فيهم الكرسي يعني إدارات الكرسي الرسولي بأنه حدد الزيارة. كنا نحن بأدار وتحددت الزيارة بحزيران. صحيح. هذا غريب لأنه بالكرسي الرسولي زيارات الأحبار العظامين تتحضر قبل بسنة بسنتين. صحيح. بثلاثة، ولكن أصر على المجيء. هلأ ظروف كثيرة شاءت بأنه هذه الزيارة لا تتم بموعدها، ولكن البابا فرانسيس مصر، وهذا الكلام للكاردينال بارولين بزيارته هيدي إلى لبنان، مصر إلى أن يأتي إلى لبنان. رح أرجع لزيارة بارولين، بس سؤال، لن يأتي قبل أن يكون هناك رئيس للجمهورية؟ طبيعي، لأنه ما ننسى أنه الحبر الأعظم هو صحيح رئيس الكنيسة، ولكن هو في نفس الوقت رئيس دولة الفاتيكان. نعم. ويأتي لزيارة، ما ممكن أن يأتي إلى دولة ما فيها رئيس دولة يستقبله. وعلى الأكثر لبنان بما يمثل لبنان كله سوى الكرسي الرسولي يلي لهلأ الكنيسة اللاتينية لا تزال في كل سنة على عيد الميلاد ترتل الترتيل الرائع جدا، الترتيل الجريجورية، سيأتي الله من لبنان، ديوس أليبا نوفانيات. فما ممكن أي حبر أعظم يتخلى عن لبنان. إذا بدي أرجع لحديث الكاردينال بيترو بارولين، كان في سياسة كتير في الحديث من عينتينة من السراي، كان في إصرار على أنه انتخاب رئيس لأنه لا يمكن أن يكون هناك دولة من دون رئيس. وتحدث أيضا عن أنه صحيح المسيحيين هنا مسؤولين، إنما هناك أيضا أفريقاء آخرين يتحملون. صحيح. هل كانت هل قد فعلا الزيارة مقصود أنه تكون آسيا وتوصيل رسالة معينة، وأنه الفاتيكان سيتحرك سيقوم بمبادرة؟ شو الخلفيات اللي كانت عندكم لهذا الموضوع؟ كما أتى الكاردينال بارولين للإصغاء
إلى ما يقوله السياسيين اللبنانيين وما تقوله الكنيسة في لبنان، كذلك أتى قبل ما نحكي على الشق الرسائل الوطنية يلي حملها وأطلقها من عين التيني وكذلك من السراي الحكومة. نعم. خليني ألفت النظر أنه بالعظة يلي ألقاها بالقداس وجه رسائل مباشرة إلى الكنيسة في لبنان، لما عم بيقول مطلوب اليوم أن يكون هنالك بالكنيسة شهود الرجاء والإيمان والمحبة، أن نكون في خدمة أسيادنا الفقراء، وعم بيستعمل الكلمة. نعم. هيدي الكلمة استعمل باللاتيني لما قال أنه الكنيسة بلبنان عليها أن تعيش تويسو في داي أوبسيكيوم بوبروم، يعني أن تعيش جذور إيمانها وبنفس الوقت أن تتمسك بخدمة الفقراء والبؤساء بلبنان وأن تكون كل نشاطها مبني على يسوع المسيح. يعني هناك رسالة إلى الكنيسة داخل لبنان، وإلى داخل لبنان لأن هيدي كانت بعزة القداس، هيدا يعني باليوم الأول. حتى هناك ملاحظات يمكن يعني الفاتيكان على أداء الكنيسة في لبنان. طبعاً هلأ ما رح يعني ما فينا ندخل فيها بالهيدي، ولكن لكن كان في أكيد رسالة. لما عم بيقولها وعم بيقول أكتر، عم بيقول نحن بحاجة اليوم إلى شهود حقيقيين حقيقيين، وعم بيقول بلبنان في المنطقة وعلى المستوى الدولي انطلاقا من لبنان، يعني كلام بغاية الأهمية. وتصوري لما بيربط بين، لأنه كانت القداس نهار التنين بأول يوم من زيارته يوم عيد يوحنا المعمدان، يعني هو شفيع فرسان مالطا حسب طبعا وأكيد. وبيقول أنه دعوة يوحنا المعمدان هي إلى الارتداد، الارتداد من أجل الحياة، عم بيوجه هلأ يعني عم بيجعل هذا الواقعة آنية. وبيقول أكتر من هيك، بيقول انطلاقا من هون، هيدي لما خلص بالعظة خلاصة العظة، إذا طبقنا كلها ساعتها لبنان يستطيع أن يكون هذا الجبل السعيد نورا للأمم يلي حمل رسالة المسيح ويحقق دعوته بأن يكون نورا لكل شعوب المنطقة وعلامة السلام الآتي من الله. استعمل بالختام الجملة الواردة تماما في الإرشاد الرسولي، ختام الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان للبابا يوحنا بولس الثاني، يلي عمله استعمل آخر جملة لحتى يرجع يأكد على أنه هناك نهج مستمر في الفاتيكان طبيعي. وفي الكرسي الرسولي تجاه لبنان. صح. الزيارة يلي حملت رسالة إلى الكنيسة، رسالة إلى الزعماء، رسالة إلى الزعماء وإلى الأفرقاء غير المسيحيين أيضا، كانت موجودة بعين التينة لما قال هذا المقر أيضا هو بيحمل مسؤولية كبيرة في الفراغ وليس الأفرقاء. صحيح. المسيحيين وحدهم يعني إلى أي مدى كان في جدية في هذه الرسالة؟ يمكن لأول مرة بتنقال مباشرة. قلنا إذا بدك الشق يلي له علاقة بالبعد الروحي. نعم. المساج الرسائل يلي أرسلها، الرسائل يلي لها علاقة أنا بقول بالبعد الوطني مش السياسي، لأن الكرسي الرسولي لا يتعاطى سياسة داخلية. نعم. في الزواريب السياسية لأي دولة من دول العالم، خلينا نقول أنه كان واضح جدا سواء في قصر عين التيني أو في السراي الحكومي، لما عم بيقول أنه الأزمة إلى بعد داخلي ولكن كمان إلى أبعاد خارجية، لما عم بيقول أنه من هذا المكان من هذا المكان من هذا المنبر ينطلق الحل، لما عم بيقول أنه المسيحيين بيتحملوا جزء من المسؤولية ولكن المشكلة هي مسؤولية الجميع، وهون كمان تشديد على أنه دائما الكرسي الرسولي ينظر إلى لبنان المسيحي والمسلم معا. وهيدي كتير مهمة، هيدي كتير مهمة، لأنه في كتار بيعتقدوا انه لما البابا يوحنا بولس الثاني قال انه لبنان هو رسالة بيفسروها انه لانه في مسيحيين وفي مسلمين، هيدا مش صحيح، لانه وجود المسيحيين والمسلمين على مستوى العالم، ولكن قصد البابا يوحنا بولس الثاني ومن بعده الكرسي الرسولي انه لبنان هو رسالة، وهيدا قال البابا يوحنا بولس الثاني لما ذكر نقطتين. نقطة الاولى انه هنالك حضارة مشتركة انتو يا لبنانيين مسيحيين ومسلمين بنيتوها، هذه الحضارة، هيدي برسالته إلى اللبنانيين بواحد أيار 84، هذه الحضارة منّا
مسيحية 100% ومنا إسلامية 100%، هي مسيحية وإسلامية معا، وكل دول العالم تحسدكن عليها لأنه ما تحققت مطرح إلا عندكن أنتو. والنقطة الثانية يلي كتير مهمة بيقول البابا يوحنا بولس الثاني، وهون كمان مرات مننسيها، لما عم بيقول أنه المسيح اللبناني يشعر بقرب إلى المسلم اللبناني أكثر من قربه إلى المسيح المشرقي. شوف لحد وين كان واضح. وهون إذا بتسمحي لي شغلة قبل ما ناخذ بريك، يلا نعم سريعا، تحدثنا كثير عن اللقاء بعين التينه مع دوله الرئيس بري، ولكن كمان كان في كلام مهم للكاردينال بارولين من السراي الحكومي. صحيح. لما اكد بانه الحبر الاعظم، اول شيء قاله الحبر الاعظم لا يزال يرى في لبنان بلد الرساله، بلد الرسالة والعيش معا، بيقول حتى لو كان متعب، حتى لو اللبنانيين عم بيشعروا بنوع من الإذلال، لا يزال لبنان والإهانة طبعا، لا يزال لبنان هو رسالة. وبيقول كمان نقطة كتير مهمة، بيقول إنه الحرب، هيدي خلاصة الكلمة يلي قالها، كان بدأ الفتلة كان بدأ أحكي عن هذا الموضوع، الحرب في غزة وفي جنوب ما بتعطي حلول. نعم عم بيقول بغزة وبجنوب لبنان وبكل العالم، بيقول تترك الحرب عادة تترك العالم أسوأ مما كان عليه قبل النزاع، وهي دائما تعبير عن فشل السياسة واستسلام لقوى الشر. بيقول استسلام مخزي، مش استسلام هيك عادي، لقوى الشر. لذلك فإنه بيقول لبنان والشرق الأوسط والعالم بأسره بحاجة إلى السلام، وبيقول السلام الحقيقي، وبيحمل الشباب مسؤولية أنه يتابعوا هذه الرسالة. دكتور ناجي خلينا أخذ بريك لأرجع من بعد مشاهدينا، أكون بمداخلة صغيرة أيضا مع الأب جان مارون الهاشم المدبر بالرهبانية اللبنانية المريمية، ومن بعده أكيد منتابع القسم الثاني من نبض بيروت. بريك صغير وتابعونا. مشاهدينا رجعنا لكم بالقسم الثاني من نبض بيروت. قبل ما اكفي معك دكتور ناجي رح انتقل للاب جان مارون الهاشم. ابونا اهلا وسهلا فيك عبر نبض بيروت من الاو تي في. يسعد مساك ست ادمى واستاذ ناجي وكل المشاهدين الكرام. ابونا قديش كان برايك ككاهن، عشت فتره كثير طويله بالفاتيكان وعندك باع طويل في الكرسي الرسولي، الى اي مدى كانت اهميه زياره الكاردينال بيترو بارولين الى لبنان، ومن الناحيه الروحيه والدينيه انه يقدس ويكون هالقد مشارك فاعل، اكيد غير الاهتمام الوطني في من الكرسي الرسولي بلبنان؟ الجواب له شقين، اول شيء اهميه الشخص واهميه الزياره. الكاردينال بيترو بارولين هو أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، يعني هي يلي بتمشي كل دوائر الكرسي الرسولي وعلى تواصل مع كل الدوائر. أمين السر بزيارته للبنان حب بالشخص يعبر عن محبته للبنان، لأنه هو تلمز على إيد مثلث الرحمة المطران بول تيبت السفير البابوي، والبعد الروحي والكنسي لزيارته طبيعي انه ظهروا من خلال الجلسات واللقاءات الروحيه والكنسيه يلي اجراها، وشيء هو نوع من حافز لكنيسه لبنان للعوده، وهذه اللي كثير كان عم يشدد علي، لمضمون الارشاد الرسولي يلي اصدره البابا القديس يوحنا بولس الثاني بعد نهاية السينودوس من أجل لبنان، واللي وقع علي أثناء زيارته التاريخية للبنان. وبكل صدق بنقول الإرشاد الرسولي اختار بعد ما نفضوا الغبرة عنه بمكاتبهم، بتصور في توزع أكثر من مليون نسخة بلبنان، بس ما بعرف قديش في أشخاص ريو وقديش في أشخاص فينا نحكي عنه هن معنيين بتنفيذه وحرصوا على تنفيذه. مشان هيك الكاردينال بارولين بزيارته للبنان حب يشجعنا يذكرنا وقلنا انه خارطة الطريق اللي وضعها الارشاد الرسولي على كل الاصعدة والمستويات بعد ما تنفذ منها القسم الكبير
منشان هيك أنا بقول زيارة كتير مهمة. الشخص يلي بيعكس اهتمام قداسة البابا فرانسيس محبته للبنان وعنايته بهالوطن يلي الكاردينال بارولين عطول بيذكر وبيقول تذكروا انه البابا القديس قال عن لبنان انه الوطن الرسالة. أبونا أول شيء دكتور ناجي عم يثني جدا على الجملة يلي قلتها بموضوع أنه كتار ما نفضوا الغبرة عن الإرشاد الرسولي وما قريوه، إن كان من رجال دين وإن كان من علمانيين وإن كان من الكل. قديش مهم أنه مش النصوص تبقى فقط موجودة كنصوص إنما تطبق لحتى تقدر ترتقي، إن كان الأوطان وإن كان الكنائس وإن كان كل شيء مرتبط بحياتنا. برأيي الشخصي الكاردينال بارولين حب هالمرة الشخصي هو يجي بلا يبعثوا لنا كتيب، لانه العرب لا يقرؤون للاسف. مش عم بعمل شيء شامل ولكن بارض الواقع حب هو بالشخص يجي يطلع بام العين على يلي عم بيصير بلبنان. والكرسي الرسولي قلق جدا. ما ننسى انه قديس البابا فرانسيس وجه رسالة من مدي مش بعيدة بعيد الميلاد من سنتين وقال أنا خوفي كبير على ضياع أو تغيير هوية لبنان. مش هيك مهم كتير الكتب، بس على من تقرأ مزاميرك يا داود. مسؤولية كتير كبيرة، مسؤولية الرعاة، مسؤولية الكهنة، مسؤولية الكنيسة، ومسؤولية العلمانيين. أكيد وقتنا قليل، بس إذا نحن منضوي على نقاط أساسية طرحها الإرشاد الرسولي من بين الحوار الإسلامي المسيحي وحوار الحياة يلي حكي عنه، منشوف إنه لو هالحوار حقيقة صار حوار الحياة يمكن في كتير مطبيط كنا تجوزناها، ويمكن غياب مكون أساسي عن حضور اللقاء يلي دعي له غبطة البطرك مار بشارة بطرس الراعي منا عملية نخدها نحنا نستخف فيها. نحنا مدعوين انه ننفض الغبار عن ما ارسلوا لنا الكرسي الرسولي، نسعى قد ما بنقدر انه نطبقه، لانه داخل الارشاد الرسولي وداخل وثيقة الاخوة الانسانية يلي وقع عليها قديس البابا فرانسيس والشيخ الدكتور أحمد الطيب، كمان كان لازم نحن نكون واعيين أكثر لأهميتها ولإمكانية تطبيقها على الواقع اللبناني. أبونا أنا إذا بدي أسألك سؤال أساسي سألته كمان لدكتور ناجي، هل البابا فرانسيس يعنيه لبنان كما كان يعني للبابا يوحنا بولس الثاني وللبابا بنديكتوس السادس عشر؟ لأنه في كتير لبنانيين يعني ولسان حال لما بيسمعوا أن عامل حلقة عن الفاتيكان ودور الفاتيكان بيقولوا لما البابا فرانسيس ما بيعني له لبنان قد ما كان يعني لأسلاف، وإلى أي مدى هذا الشيء صحيح؟ بتصور عم نظلمه لقديس البابا فرانسيس. بابا فرانسيس ما عم بيوفر مناسبة حتى يحكي فيها عن لبنان وأهمية لبنان، والله يطول بعمره يمكن تبقى حرقة بقلبه إذا ما قدر زار لبنان. البابا كتير مهتم، وما ننسى أنه البابا فرانسيس بيعرف لبنان وبيعرف اللبنانيين، ومن كل غراضه اللي جابه معه من الأرجنتين أو بعتوله إياه لأنه ما راح، في أيقونة مار شاربل يلي هديو ياها يوم يلي دشن مقر مطرانية مار شاربل ببوينوس آيرس. البابا فرانسيس كتير بيعني لبنان، كتير بيهمه لبنان، بس ما بدي يكون أنا ما بعرف شو بدي استعمل كلمة بحب ما استعملها. نحنا قديش نحنا عم بيعني لنا اهتمام البابا فرانسيس بلبنان إذا نحن بنقرأ، ويمكن دكتور ناجي هو أنا بفتخر بهالشخص اللبناني يلي من القليل عنا بلبنان يلي بيعرفوا ما معنى الكرسي الرسولي وما معنى اهتمام البابا بلبنان. البابا فرانسيس على خطى أسلافه بيهتم بلبنان، بيحب لبنان، بس
هلا طلعت الكلمة اللي ما بتزعل كتار، هو عتبان عنده عتب كبير على اللبنانيين، ووقت نقول اللبنانيين كل المكون اللبناني، وبما قدم المكون هو نحن الكنيسة رجال الدين. الكنيسة منا كتير عم تصغي للشيء اللي بده اياه البابا فرانسيس، بس البابا فرانسيس منه حردين ولا رح يرد منا، رح يضل مصر. جهود الكرسي الرسولي ما رح تتوقف، لانه كتير اشخاص عم بيروحوا ضحية تطنيش. هون بتذكر غنية كنت غنية رمي بندلي، وقت بتقول شو ذنب الطفولة، وانا بقول شو ذنب شعبنا المعتر اذا نحنا منا عم نكون حقيقة مصغيين ومطيعين وملبين لنداء البابا فرانسيس. منكون نحنا عم نراهن على شيء غلط. والصديق الوحيد، وبأكد على كلمتي، الصديق الوحيد يلي بيهمه لبنان وبعده بيهمه لبنان وبيهمه المسيحيين في لبنان، هو قداس البابا فرانسيس بمن يمثل وبما يمثل. أبونا جمرون خليك معي دقيقة، أستاذ ناجي عنده مداخلة. أنت ومعنا على الهواء، بده يحكي معك شغلة، تفضل. أنا بدي حيي للأبونا وبدي أقول له أنه تأثرت كتير باللي قالوا عني. يعني أنا عم جرب قد ما فيه صراحة أني أعيش هذه الرسالة عن قناعة، لأن أنا مؤمن بكنيستي وأنا ابن هذه الكنيسة وابن هذه الأرض. ويلي تفضل وقالوا الأبونا أنا بحزني، لأنه فعلا أنا تابعت ولقيت أنه البابا عنده مثل ما قال عنده عتب على السياسيين اللبنانيين مسيحيين ومسلمين وعلى الكنيسة، لأنه عبر أكثر من مرة عن تعلقه في هذا الوطن ونادى أكثر من مرة. وبحب ضيف على الكلام اللي قاله الأبونا لما خصص يوم صلاة كامل للبنان في الكرسي الرسولي، يعني بمعنى آخر ألزم كل الأقسام الكرسي الرسولي أن تشارك في هذا النهار بس من أجل لبنان، ووجه فيه رسائل واضحة. أجل هيدا البلد 10,452. وأنا كمان فعلا أبونا يعني ما بدي أخفي وما بدي أعطي رأيي مش شغلتي، بس تأثرت فعلا بالجملة اللي قلتها، أنه نحنا ما منعرف نقرأ منيح، وأنه نحنا ما عم ننفض الغبرة على ولا شيء خاصه بهيدا البلد. يعني ما عم توصلنا ولا رسالة. أوقات الإنسان بيعمل يا حالة إنكار يا بلوك، ببطل يقشع وببطل يعرف يتفاعل مع غيره. أكيد، وهيدا الشيء اللي احنا بنقول الكرسي الرسولي عنده عتب كبير، بس برجع بقول شو ذنب الأبرياء. في كتير أشخاص بهمهم أنه نحن نتفاعل مع متطلبات وجودنا وكياننا في لبنان، والكرسي الرسولي كل مرة عم بيرشدنا تنزار على الطريق. وزيارة كاردينال بارولين من كم يوم، وقبل زيارة كاردينال جوجيروتي، وقبل زيارات كتار، في زيارات عم تبقى بعيدة عن الأضواء بلا إعلام، بتأكد على أنه مني عم بعمم، بس شبه متأكد أنه الوحيد يلي ما عنده أي طمع بلبنان ولا عنده أي رغبة بالاستيلاء على ثروة لبنان، لا الإنسانية ولا الاقتصادية ولا الروحية ولا غيرها، هو قداس البابا فرانسيس والكرسي الرسولي. حرام نحن ما نمشي على هذه توجيهات قداس البابا ومعاونيه. بستغرب أنا أنه في مرات كتير هني بيعرفوا عنا أكثر ما نحن بنعرف عنهم. هن بيعرفوا عن لبنان أكثر ما بنعرف عن حالنا. نحن أوقات عم نعتمد سياسة النعامة، نحن منحاول نفكر ما حدا شايف أخطائنا. الكرسي الرسولي بيعرف شو عم نعمل،
والكرسي الرسولي بيعرف كيف عم يتصرف، والتدابير يلي عم ياخذها الكرسي الرسولي في بعض المرات بيعتبروها قاسيه، منا الا لخيرنا للمحافظه على الوجود المسيحي. لانه برجع بقول كلمه ما بدي طول، انا عم بحكيكي ومبين من نبره صوتي حزن قديش في من هال القلق. انا كشخص بتابع مجريات الامور بدوائر الكرسي الرسولي، صحيح تركت الشغل هونيك بس بعدني من لبنان عم تابعها، بقول لك حرام حرام. نحن اوقات الكرسي الرسولي بيضطر انه يعتمد سياسي شوي قاسي، وهي سياسه البي اللي بيقول له الكتاب المقدس، بيقول له البي لازم يأنب ابنه. نحن لا عم يمشي معنا لا سياسه الترهيب ولا سياسه الترغيب للاسف. خلينا نحن نفكر باللي قاله البابا فرانسيس من اول حبريته لليوم. البابا فرانسيس ما عم يوفر مناسبه، يوم الصلاه اللي حكي عنه دكتور ناجي وغيره وغيره من المبادرات، وقت اللي بيلتقي بالمسؤولين، لقاءاته مع الرئيس الفرنسي ماكرون وقت اللي زار قداسة البابا، نص اللقاء اتمحور حول لبنان وأهمية لبنان. برجع بعد لك، البابا فرانسيس بيحب لبنان وبيعرف لبنان أكيد بالصور، بس هو حلمه اللي بيعبر عنه، مرة كان رجع البابا من أفريقيا هو على متن الطيارة بأفريقيا، قالوا له شو بتحب؟ قال لهم بأول فرصة بحب اجي على لبنان. عنا بلبنان دغري مشوا الخبرية تاني يوم جاي البابا لعنا. نحنا مشكلتنا مع احترامي لكل وسائل الإعلام ولكل الإعلاميين، نحنا في بعض المرات ما بنعرف ما معنى التعاطي مع الكرسي الرسولي، مع أخبار الكرسي الرسولي. نحنا منفكر أنه فينا نعمل سكوب على أخبار الكرسي الرسولي. أنا اشتغلت بالفاتيكان، ولا مرة نحن كان مسموح لنا إلا نكون عيين بنشر الخبر، ممنوع علينا ننشر خبر إلا ما نتأكد منه، وممنوع ننشر خبر إلا ما نعمل نوع من سونداج إداش هالخبر رح يكون مفيد وإداش هالخبر رح يكون مأزي. نحن هيدي بقول أنا، لو نحن منبلش أكيد في عتب على السياسيين، في عتب على الكنيسي، في عتب على الكل، لأنهم ما عم يمشوا بإرشادات الكرسي الرسولي، ولكن أنا بقول في عتب كبير على وسائل الإعلام. يا ريت كان معك وقت ستنا، ودكتور ناجي أكيد هو باحث كبير. أنا بوعدك أنه نخصص حلقة مع حضرتك يعني بفترة الصيف المقبل بهذا الموضوع وعتب الكرسي الرسولي وكل هيدا التفاصيل اللي حكيت عنها، تكون ضيفنا بالستوديو ونحكي كل هيدا المواضيع، لأنه فعلا مواضيع كتير مهمة وبتمس كل حدا فينا. أنا بلا دكتور ناجي ما بيجي. يا اتنيناتكم حجزوا حالكم بعد شهر من هلأ إذا قررت تكونوا ضيوفة. شو بيقول دكتور ناجي؟ أبونا أنا بأمرك، أنا اللي بدي أقول حضرتك أستاذنا كلنا وبينا كلنا. على كل الأحوال أنا بتمنى أنه ما يكون البعض فهمني غلط، بس أنا انطلب مني أن يكون صريح، يكون موضوعي ويكون صادق. نحن بنحترم جدا هيدا الشيء، جدا أنه نلبس كفوف بدل ما نحن نرشق غيرنا بالحجار. نتذكر أنه بيوتنا من الزيز، الكرسي الرسولي ما عم بيوفر فرصة ولا مناسبة إلا يحكي فيها عن لبنان. كرسي الرسولي بنقي أفضل أفضل دبلوماسية، يعني دبلوماسية الصف الأول بيبعتهم على لبنان. ما ننسى شغلة كتير مهمة، إنه إذا بعد معي وقت بس لفت بعد معك، يلا بدأ أختم معك بعد دقيقتين بس كلمة صغيرة. ما ننسى إنه الكرسي الرسولي وقت يلي نقل
المطران سبيتيري السفير البابوي السابق الى المكسيك، خلال 48 ساعة بعت سفير جديد على لبنان وقدم اوراق اعتماده قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بيومين، تيكون الكرسي الرسولي ممثل بالكامل مش بخلال قائم اعمال. هيدا يمكن ما بنقراها منيح بس هيدي شغله كثير مهم الكرسي الرسولي يقرا. السفير باولو بورجا قدم اوراق اعتماده ب 28 تشرين الاول قبل ثلاث ايام من نهايه ولايه رئيس الجمهوريه. هيدا الكرسي الرسولي. الكرسي الرسولي ما عنده سياسه اللحظه، الكرسي الرسولي عنده استراتيجية. ولا مرة الكرسي الرسولي بيكون بتعاطي تكتيكي، بيكون عطول استراتيج. فأنا بقلكن وبعتذر يمكن حاسس في البعض أني أنا منفعل، أنا ماني منفعل لا بالعكس كنت صادق جدا أبونا. أنا حبيت أول شيء نبرة صوتي معوضين عليها مش عم غير طبعا عليك. نستمتع بالترجمة من الفاتيكان كنا فيها إيه. بس أنا الأساس بقول حرام علينا انه ما نقبل توجيهات قداسة البابا. ونحن مثل ما قلنا للبابا يوحنا بولس الثاني جون بول تو وي لاف يو، وقلنا لبنديكتوس وقت اجى على لبنان سنة 2012 نحن بنحبها، بدنا نقول له لقداسة البابا فرانسيس نحن ناطرينه. قال لي امتين بده يجي على لبنان؟ بيقول مرة كنا بالفاتيكان بيقول انتخبوا رئيس جمهورية اليوم بيجي. انا بكره عندكم. صح هي بحب اولى. والبابا صادق قال انتخبوا رئيس جمهورية تنين انا الثلاثة بيجي. أنا بدي أتشكرك كتير أبونا على هالمداخلة، وخلص وعد وعدتونا بحلقة نكون فيها سوا لنحكي عن كل هيدا المواضيع يلي حكيت عنها اليوم. شكرا كتير برجع مارون الهاشم. مشاهدينا أنا رح روح إلى بريك لأرجع كفي القسم الأخير مع دكتور ناجي ونحكي بكل هيدا المواضيع. يعني الحلقة ما كانت محضرة أنه تروح هيك أبداً. بس بعد المواضيع يلي حكاها برجع مارون حبيت أتطرق لكل هيدا التفاصيل اللي قالها. بريك صغير ومنتابع من بعد القسم الأخير من نبض بيروت. مشاهدينا رجعنا لكم بالقسم الأخير من نبض بيروت. دكتور ناجي بدي وقف مطرح ما حكى بير جامارون الهاشم. يعني يلي حكاه كان فعلا مؤثر، انه هالقد البابا فرانسيس عتبان على اللبنانيين. صحيح. الكل قيادات كنسيه روحيه سياسيه نعم. على الكل. والجمله اللي قالها انه انتخبوا رئيس اليوم انا كون عندكم باليوم التالي. اليوم التالي مزبوط. الى اي مدى فعلا نحن ما عم نقرا للارشاد الرسولي ولا المساجات اللي عم يبعثها؟ تضطر يبعث لنا دبلوماسيين من الصف الاول ليقلنا انه انتبهوا هون في خطر. للاسف ست قدما يلي قاله بيرجان مارون بهذا القلق يلي عبر عنه بهذا الألم، هو يلي كان عايش يعني المرحلة المهمة بحبرية البابا يوحنا بولس الثاني وبنديكتو السادس عشر وبداية حبرية البابا فرانسيس يتكلم بثقة العارف العالم الخبير يلي كان عم يلمس لمس اليد مدى تعلق الكرسي الرسولي بلبنان. للأسف عم بقول للأسف نحن بلبنان قيادات سياسية وقيادات روحية، ما بدي عمم، خلينا نقول ولا البعض. مرة التعميم بيكون مطلوب دايما من البعض. تعاطينا بلا مبالاة مع الكرسي الرسولي خصوصا بحبرية البابا فرانسيس، وتعاطينا بخفة وكأنه هذا الموقع فينا نحن منمون عليه. بيرجان مارون تفضل وقال نعم كأنه منمون عليه من قوله اللي بدنا إياه أو من أنعه باللي نحن بدنا إياه وأنه هو بتمرق عليه. الواقع منه هيك أبدا. خليني أذكر بأمرين تفضل الأبونا وحكي عن الأمر الأول. أن يأتي البابا يوحنا بولس الثاني يلي حبريته كلها كانت لبنان بالنسبة له، وكتار ليموه على انه انت ما اوليت الانتماء. بولونيا يلي زرتها اكتر من 7 و8 مرات وهي موطنه الاصلي وهو بولوني صميم وطني صميم، ما كنت عم تقولي الاهمية لبولونيا، لم تقل عن بولونيا انها مهمة بقدر ما قلت عن لبنان واشتغلت للبنان وعملت للبنان. في كتار منا
يلي بحبوا يقولوا انه دايما البابا بس بيصلي لنا، لا بيصلي ويعمل. في كتار منا بينسوا انه مدينة زحلة بال81، مدينة جزين، دير القمر لم تسقط، لم تهجر، لم يتم تدمير واقعهم الوطني المسيحي المتشابك مع بالعيش مع الآخر بفضل يوحنا بولس الثاني. أنا من بعد دكتور بك تسمح لي هون يعتبر أنه البابا يوحنا بولس الثاني وعام 90 عند سقوط قصر بعبدة تخلى عن المسيحيين، نعم. وكان في نقمة كنسية لبنانية على هذا الموضوع، ويمكن بعتقد رجع اعتذر إذا هو الموضوع. اعتذر بطريقة لم يسلم، خلينا نقول بس نطمن الكل، لم يسلم البابا يوحنا بولس الثاني لبنان إلى أحد. لا هو أكيد هو مثلا لما ممكن هيك عتب أنه غض النظر قال أكثر من مرة، وقال برسالته بال89 إلى كل أساقفة العالم لما قال لهم أنه بسبعة أيلول من عام 89 لما قال لهم لبنان هو أكثر من وطن، إنه رسالة حرية وعيش معا للمسيحيين وللمسلمين للشرق وللغرب، وقال انه انا عملت وقرعت على ابواب عديده وفي كتار ما ردوا علي. هذا كلام البابا يوحنا بولس الثاني. ويضيف انه زوال لبنان لا قدر الله، الكلام له، سيكون اكبر ندم بتاريخ البشريه، والحفاظ عليه يكون أنبى العمل يمكن لأي إنسان أن يقوم به. فإذا الحفاظ على لبنان هو مسؤولية الجميع. هذا الكلام للبابا يوحنا بولس الثاني برسالة إلى كل أساقفة العالم سبعة، نعم سبعة أيلول 1989. أكثر من هيك، لما عين السفير روني ألا يلي كان سفير فرنسا في لبنان، وكلنا منتذكر كل علاقة ومحبة السفير ألا للبنان، لما عين سفير في الكرسي الرسولي وعم بيقدم أوراق اعتماده بيقول له البابا بنص مكتوب، مكتوب يعني يبقى للتاريخ، مش انه حدا مش نقل عنه أو نعم. بنص مكتوب بيقول له أنا وياك، البابا يوحنا بولس الثاني عم يحكي اللي صار قديس، أنا وياك بدنا نعتذر من الشعب اللبناني لأنه ما خدمناه مثل ما كان لازم أنه نخدمه. هذا الكلام ما قاله حدا بتاريخ لبنان كله. ليش ما بيتضوى على هيدول القصص دكتور ناجي؟ يعني مش كل الناس بتعرف أنه صار هيك، وأنه ما قدم السفير روني على أوراق اعتماده قال له هيك البابا يوحنا بولس نعم. الثاني. لأنه مثل ما تفضل وقال الأبونا النصوص موجودة، للأسف نحن ما تضوى عليها، ما نقلت. يعني أنا بقيت لما عملت أطروحة الدكتوراه، وأنا يعني إذا بتسمحي لي أنا ماني جاي بس أحكي، ماني جاي أحكي عن حالي بس، لأنه سألتي لما عملت أطروحة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم الإنسانية حول لبنان الرسالة للبابا يوحنا بولس الثاني بالفرنسية، فوجئت بأنه نصوص البابا على مدى 27 سنة اللي هي أكثر من 300 نص لا تزال كانت غير مترجمة، غير مترجمة إلى اللغة العربية. اضطريت أنا أني ترجم القسم الأكبر منا إلى الفرنسي لحتى أقدر كمل هذه الرسالة، وعطوني يعني إذن خاص من الكرسي الرسولي بأن أترجم هذه الرسائل لطباعتها لاحقا بكتاب لتكس دو جان بول دو بور لو ليبان. هيدا يلي قدمت أنا الكوفري للكاردينال بارولين. هلأ إذا فينا نشوف الصور بليز شباب بالريجي يلي بزيارته الأولى للبنان، ثلاث كتب، ثلاث كتب نعم. الأولى يلي هي لو ليبان ميساج دو جان بول دو، الثاني لي تيكست دو جان بول دو سور لو ليبان، والثالث يلي هو لي بريير دو جان بول دو بور لو ليبان. وهون هيدا الكفري، وهون انا فوجئت بانه لما عم ترجمهم وعم بحط الصلوات اللي قالها البابا يوحنا بولس الثاني للبنان بكل حبريته من اوله لاخره، طلعوا كانه قداس كامل، يعني كانه كتب لنا قداس كامل. هذا هو الكرسي الرسولي للبنان. لما جبر وبيستعمل قصد كلمه جبر البابا يوحنا بولس الثاني الكنيسة الجامعة أن تقيم سينودوس خاص من أجل لبنان، وطلع لنا وثيقة الإرشاد الرسولي خلاصة هذا السينودوس، وأتى لتوقيعها بلبنان، سلم أمانة إلى شباب لبنان، ولاحقا قال هيدي المانيا شارتا، هيدا دستور الكنيسة في لبنان في عز الأحباط المسيحي، وقال المسيح هو رجاؤنا. مثل ما تفضل
ترجم مارون، للأسف الإرشاد الرسولي وضع جانبا، ما حدا قريه وما حدا انتبه له ولم يطبق. هون عتب الكرسي الرسولي علينا. البابا بنديكتو السادس عشر أصر على زيارة لبنان كمان بظروف أمنية ودقيقة صعبة جدا، وأتى لتوقيع الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق في لبنان. وكان قديش لحظة مهمة، نعم، أنه كل كنائس الشرق يوقع الإرشاد الرسولي إلى من قلب بلد هالقد صغير يلي هو لبنان، تتكون مساج أكثر. مدام أنت ما بعرف إذا أكيد أنا وكبت الزيارة طبعا، كم من الدول في الشرق طلبت من البابا بنديكتوس أن يأتي لتوقيع هذا الإرشاد عنده. أتى إلى لبنان ليقول أنه المؤتمن على كل مسيحيي الشرق هو لبنان، كنيسة لبنان. البابا فرانسيس بأول لقاء له مع الوفد من الكنيسة في لبنان بالمعهد الماروني بروما، نعم، قال لهم كلام مباشر مباشر، كنا بعدنا ب 16 شباط 2018، بيقول لهم يعني ما كان في أزمة، ما أبداً كان في ما كان في شيء شي. بيقول لهم إياكم أنه تعيشوا فقط في المؤقت والمظاهر، ركزوا حياتكم على عمودي الصلاة والعمل الداخلي والتمييز بدون ازدواجية وبدون خبث، وعيشوا رسالتكم مثل الكلام للبابا فرانسيس، وعيشوا رسالتكم تتقدروا تغيروا التاريخ مثل القديس شربل والقديس رفقة وكل أبطال القداسة، سميهم أبطال القداسة في كنيستكم. ما تستعملوا وجودكم لبلوغ مناصب معينة وللعربشة على بعضكم البعض. الكلام للبابا فرانسيس، تصوري للكنيسة لما إذا بدك شو نحكى بالسياسة، هيدا قلنا على الكنيسة لما بيقول الأبونا أنه في عتب. نعم في عتب باليوم الصلاة والتفكير من أجل لبنان، ما كان يعني كان واضح لدرجة أنه بختام هذا النهار بيقول الله لديه مشاريع سلام للبنان وليس مشاريع مآسة، وبيقول ثلاث مرات كفى. أول كفى، بيقول كفى إنه مصالح البعض تعربش على مصالح البعض يلي هن قلة يعربشوا فيها على قرارات المجموعة كلها. كفى إنه الحقائق البعض تقضي على الرجاء عند الشعب اللبناني. كفى استخدام لبنان والشرق الأوسط انطلاقا من لبنان لمصالح ولفوائد أجنبية وغريبة عن لبنان. هيدا الكلام للبابا فرانسي، أوضح من هيك ما في. فإذا اليوم نعم في عتب لأنه نحن قصرنا كتير سواء. وهون إذا بتسمحي لي برجع لكلام البابا يوحنا بولس الثاني المهم جدا برسالته بأول أيار من العام 1984، لما قال بكيف بدنا نبني لبنان الجديد، بيقول أنه أولا علينا أن نقوم بفحص ضمير، كل واحد منا يعمل فحص ضمير، يتنازل عن أمر معين ويرجع يعيد النظر بطريقة تصرفه حتى نقدر نعيش بلبنان جديد. القيم اللي بده يبنى عليها لبنان الجديد هي القيم، بيقول القيم المشتركة، بده يكون أولا التواضع، ثانيا الاستقامة، ثالثا الحقيقة، معنى الإنسان والتضامن البشري. وبضيف البابا بيقول يوحنا بولس الثاني، عم نحكي من 84، بيقول التعجرف، التكبر، حب السيطرة، الإحباط والتعصب، هودي ما بيبنوا لبنان، هودي بيأدوا إلى تدمير لبنان، وهذا ليس لبنان يلي بنعرفه من ال 84 من التاريخ الى اليوم، ولا زالوا هدول الكلمات الكلام كانه كتبوا لليوم. دكتور ناجي، انا بعد معي على قد 5 دقائق، نعم، بدي خلاصه زياره الكاردينال بيترو بارولين الى لبنان. هل دق الفاتيكان ناقوس الخطر؟ هل بيعتبر انه نحن فعلا بأزمة كتير كبيرة، بأزمة وجودية حكى عنا بمحل صحيح. معين إذا أنا مش غلطان أكثر من مرة الترجمة. البابا فرانسيس، البابا فرانسيس وحتى الكاردينال حكى بارولين عن أزمة وجودية، نعم، لهذا الشرق، حكى عن الحرب يلي بتدمر، حكى عن أنه جنوب لبنان أيضا يعاني كما غزة. صح. هل كان
هناك استشعار فعلا لخطر وجوده، كرمال هيك البابا فرانسيس والكرسي الرسولي عم يتحرك اكثر واكثر. نعم سريعا، نعم الكرسي الرسولي يلحظ بانه، وهيدا مش من هلا يعني، اعطيت انا فكره انه البابا يوحنا بولس الثاني قال من 89. نعم. وزياره الكاردينال بيترو بارولين الى لبنان ليس فقط انه تيقلنا انه نحن مستشعرين انه طبعا هو وهيدا واقع وكلنا حاسين فيه، يعني ما منا ناطرين الكاردينال بارولين يجي تيقلنا إياه، ولكن الكاردينال بارولين أتى ليقول بأنه لبنان لن يزول. هيدا بحضوره وكلامه برغم كل العتب يلي عنده إياه الكرسي الرسولي. وتفضل الأبونا وذكر أنه يمكن مش كتار بينتبهوا أنه بكلام البابا فرانسيس حول لبنان منذ فترة لم يعد يتوجه إلى لا السياسيين ولا رجال الكنيسة، يتوجه إلى الشعب اللبناني مسيحيين ومسلمين. يعني بدي خلاصة، قديش العتب كبير بهذا الموضوع. بدي خلاصة، الخلاصة يلي أنا لفتتني في كل هذه الزيارة هي كلام سماحة الشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بلقاء بكركي، يلي أكثر من أنه وضع الإصبع على الجرح قال ما هو الحل، والحل يلي طرحه بكلامه يلي وزع إلى وسائل الإعلام لأنه ما كان في نقل مباشر للكلمات. نعم. كان بعيدا مغلق. عن مغلق. نعم. ولكن هذا الكلام يؤكد بأنه بلبنان المسلمين طائفة الموحدين الدروز مثل الشعب المسيحي متمسكين في هذا اللبنان الواحد ومتجاوبين مع نظرة الكرسي الرسولي إلى لبنان. سماحته بيقول أنه صحيح لبنان في خطر وجميع اللبنانيين بخطر، وبيقول مواجهة الخطر لا تكون بالتشرذم بل بالوحدة، والتفكير بصيغ تقسيمية لا يحل المشكلة، والتفكير بثنائيات مسيحية كالثنائية الشيعية والثنائية درزية والثنائية سنية لا يحل المشكلة. بيعطي نعم بيقول تشكيل وحدة وطنية متلاحمة أو ثنائية مسيحية إسلامية حقيقية هو الأجدى لمواجهة التحديات. وبيقول أكثر من هيك، بيقول مسؤوليتنا مجتمعين أن نبقى مقتنعين بلبنان وطن الرسالة والتنوع والوحدة، ولا يجوز أن نيأس من وجود لبنان الواحد، لا يجوز أن نفكر بأخذ لبنان بعيدا عن حقيقته وواقعه. لو قريت أنا هيدا النص أمام أيا كان من دون ما أذكر مين اللي قاله كان رح يقلي حتما هيدا موقف الكنيسة، هيدا موقف حدا من الباباوات قايله. اليوم أنا لما بسمع بعد كل هذا الكلام يبقى عندي ثقة، أنا كابن هذا الوطن وابن هذه الكنيسة يبقى لي ثقة بأنه نعم في حدا بعده مؤمن فينا، لازم نحن نؤمن بحالنا قد ما الكرسي الرسولي مؤمن فينا. دكتور ناجي شكرا على هالحلقة، يعني وبعرف انه ساعات وساعات ما بتكفي لنحكي عن هذا الموضوع، يعني وعدت المشاهدين وبيرجا مارون وحضرتك انه يكون لنا حلقة مقبلة، وكمان ايضا اذا الله راض بتطويب البطرك دويهي اللي كنا بنحكي عنه بس ما سمح لنا الوقت. نعم. كلمة أخيرة عن تطويب البطرك دويهي، إلى أي مدى أهمية تطويب هذا البطريرك اللي هو من الأساس يلي آمنوا بكيان لبنان النهائي؟ صحيح، خليني أقول سريعا جدا بأنه دايما 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 الكنيسة كانت عم تعطينا وجوه من القداسة في لبنان ترفع بتعطينا إياها نموذج. هذا البطريرك البطريرك الدويهي هو رجل هائل جدا كقيمة وكقداسة وكبعد، هو الذي أسس أطلق فكرة الكيان اللبناني، حرر الموارنة أولا من عقدة الخوف من ساعة من المماليك وساعة من المضطهدين وساعة من الأعيان تبعولهم يلي كانوا عم بيسيطروا عليهم ويتحكموا فيهم، أطلقهم من القوقعة بمناطق بالوديان وبالقمم وهي، وقال لهم انطلقوا إلى رحابة هذا الكيان الواحد مع الآخرين وعلى مستوى العالم. هذا هو هذا البطريرك العظيم يلي عطانا إرث من الفكر الرهيب جدا. أنا سريعا بس حتى أقول لك أنه مرة كنت عم
بتحدث مع احد المسؤولين في الكرسي الرسولي، قلت له رح يصير عندنا طباوه بحجم البابا بنديكتوس السادس عشر علما وثقافه. قال لي البابا بنديكتوس حكي عن كل شيء، قلت له طبعا يعني كل مجالات اللاهوت المسيحي، قلت له طبعا والبطريرك دويهي كمان، ولكن سبقوا بشيء انه بالار ساكري بالفن المقدس البابا بنديكتوس تحدث عليه بطريقه عابره بالليتورجيا، بينما البطريرك دويهي اعطاه كل البعد الايماني. أنا بدي أتشكرك كتير دكتور ناجي، مشاهدينا على موعد أكيد بلقاءات دايما مع دكتور ناجي مع بيرجا مارون، وطبعا الهاجس الأساسي في للكرسي الرسولي ولبنان وهذه العلاقة التاريخية يلي ما بتروح ولا بتزول. بدي أتشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة، أنا بلتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، إلى اللقاء من هلأ لوقتها أمتع الأوقات مع برامج الأو تي في.